النهارده هنعمل لكم اولا مرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخ حمص. النهارده هنعمل وراك فراخ معاها صوص ومعاها اناناس ومعاها شويه مانجا ومعاها ريحان ومعاها زعتر ومعاها كريمه ومعاها عسل ومعاها فلفل احمر وكزبره خضراء ومعاها خل ومعاها طبعا وشويه ثوم ومعانا كزبرة ناشفة. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها بداية ان احنا نتبل الحدوتة دي. هناخد الكلام ده نحط عليها شوية زيت ونتبل الكلام ده. زيت ملح فلفل ونشوف هنعمل ايه. بداية كده. وبعدين بقى ايه؟ لما نخلص الكلام ده وربنا يعيننا ونطلع الفقرة التانية يبقى هنعمل ايه؟ شوية شعرية رايس نودلز معاها صوص بالطماطم والجرجير. بصوا بقى انا مش عايز احط ايه فلفل الناحية دي. فانا هتبل كده زيت ملح وزيت وبعدين ايه خلي الفلفل الناحية التانية علشان مش عايز الفلفل الاسود يديني لون مش احلى حاجه في وش الفرخ. اوكي اوه شفتوا بقى اوكي طيب يلا نعمل كده زي ما انا متعود دايما اعمل كده. ما تتضايقوش من الحكايه دي على فكره لان بعد كده على طول البلانشات بتاعتكم اللي بتقطعوا عليها بعد كل شغل لازم يا اما تحطوا عليها شويه ملح وبنص ليمونه وتدعكوها يا اما تدعكوها بخل ابيض جامد جميل عشان ما يبقاش فيها عليها اي نوع من انواع البكتيريا اللي ممكن تضايقكم بعد كده. وابتدي اشوي الفراخ بتاعتي او ايه احمر على ناحيه الجلد الاول يا جماعه. الله اوكي نشيل بقى الحدوته دي كده اهو. نحضر بقى الايه الكلام اللي هنعمل بيه الصوص بتاعنا شويه شويه كده صغيرين. بعد ما الكلام ده هيبتدي يتحمر كده وبتاع هقوم شقيها بسكينه كده شقتين او شقه واحده كده في النص واحط فيها حته برتقانه ويدجت زي ده كده اهو في الشق. اوكي وبعدين بعمل صوص بالعسل بالكريمه كزبره ناشفه كزبره خضراء زعتر فلفل
احمر واحط عليهم معلقه مانجا، معلقتين، ما تحطوش لو بتحبوش المانجا، لكن انا افضلها بالحدوته دي. والاناناس هنعمل خلطه كده عجيبه غريبه ونحطها عليها وندخلها الفرن شويه. انا هقفل على دي كده اهو. الله حلو قوي، جميل. وابتدي احضر الحدوته بتاعتي. ادي وان فلفل اخضر حب، خلي شويه يمكن حب يحطهم في الاخر، شويه زيت. بس ده ايه؟ ده زيت فول الصويا. اوكي، وبعدين هناخد خل، عنب، وشوية ثوم، الاناناس لو كومبوت هتغسلوه عشان تشيلوا منه السكريات. اوكي، ونقطعه يعني يستحسن كده شويه، وبعدين ايه قبل ما نضربه نقطعه شويه كده. وابص على اللي على النار عمل ايه. هو ده، نغطي عليه ونغطي عليه. خلاص نغطي ونغطي. عايز اخد شويه فلفل حامي كده احطهم عشان ايه، حاطين عسل ونحط عليه فلفل حامي تبقى الدنيا لطيفة لطيفة. سويت اند شيلي. هي اضرب الكلام ده كله مع بعض الاول مع ملعقه المانجا. يلا بعد كده
فين المانجا اهي. هناخد ده كده، ناخد المعلقه بتاعتنا، ابص بصه تانيه. واخد شويه كريم، احط عليها ده، وهنخلي ده على جنب كده، نشوف ايه لسه له شغل ده تاني. ده كده هعمل حاجة واحدة بس قبل ما نطلع الفاصل كده، اهو اشق شقاية كده، اوكي، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل دي نكمل الريسبي بتاعتنا بتاعت الحلقة، الجزء الاولاني من الحلقة. اقابلكم بعد الفاصل نشوف عملنا فيها ايه وطلع شكلها عامل ازاي. ابقوا معنا. اهلا بيكم مره تانية في الجزء الثاني من حلقتكم النهارده طبخه ونص. احنا الجزء الاولاني زي ما انتم شايفين عملنا الوراك بتاعه الدجاج، تبناها ملح وفلفل وزيت وحمرناها كويس قوي، وعملنا لها صوص معمول من شويه مانجا، شويه اناناس، شويه فلفل حامي، فلفل اخضر حب، ملح، فلفل، عسل، زيت، خل، عنب، اوكي. عملنا الصوص ده وحطينا عليه شوية فلفل أحمر وفلفل حامي، أوكي؟ هو ده. بعد كده بقى عملنا إيه؟ حطينا شقيناه ده، رحنا عاملين كده، جايبين وجه برتقانة وحطيناها كده أهو، أوكي؟ ورحنا جايبين كده وعاملين كده أهو، أوكي؟ وبعدين حطيناها كده وهندخلها الفرن علشان ما يحصلهاش مشاكل في الفرن، ما تتلدعش. هحط لها شويه حبه ميه صغيرين على الجنب كده، بس كده خليها ايه، تحرقش بس في الفرن، اوكي اوكي حطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من تلت ساعة لتلت ساعة، مش هزود عن كده، اوكي خليها كده خلاص. طيب في الوقت ده بقى هقوم جايب طاسة حاططها على النار، حاطط فيها شوية زيت صغيرين، كده اهو، اوكي، وعندي ده اهو، احنا كنا حاطين شوية مانجا مع الصوص، ادي بقية المانجا، وادي اناناس قطعناه كده اهو، تمام؟ جميل. وهنحط
الكلام ده يقول مع بعضه شوية حاجات كده على النار بالراحة بالراحة بالراحة. حط عليهم شوية زبدة صغيرين قوي، يعني معلقة زبدة صغيرة كده مثلا. خلاص اوكي، ونقلب الكلام ده مع بعضه. يعمل لي صوصاية لطيفة، هقوم حاططها على الكريمة اللي انا عملت ده، حطيت عليه شوية كريم لباني. شفتوني انا بعمل الكلام ده كله، عملت مع الكلام ده. اخلص الصوص ده احطه عليه، يبقى صوص وفيه حبيبات من الاناناس ومن المانجا. اوكي، وهيتقدم ابار مع الفراخ لما تطلع من الفرن. In the meantime او في هذه الاثناء هعمل ايه؟ هقوم عامل كده وحاطط شوية ثوم كده اهو، وشوية زيت، شوية زيت صغيرين، وشوية زيت زيتون صغيرين. اوكي تمام. بس الكلام ده بس يقول انا مش مستعجل عليه. عايزين هنا حاجة لايك كده مثلا. اوكي خليني ايه اشيل دي بقى خلاص، مش لازمة دلوقتي. ونظبط الصوص بتاعنا ده. اللي ما بتستعملوا قلنا الاناناس الفريش مفيش مشكلة، هتقشروه كويس قوي وتشيلوا الجزء اللي في النص اللي بيبقى قاسي قوي هتشيلوه. لو هتستعملوا اناناس المعلب الكومبوت هتغسلوه تشطفوه، يعني درينت صفوه واشطفوه. أنا عايز ده مش يستوي يدبل، يعني يبتدي أحس إن هو مش فاكهة انيمور، لا هو يعني دخل على النار واتكرمل كده، خد شوية لون صغيرين دبل الكلام ده كله. اوكي في بعدين هنا بقى بدا يحمر اهو، هقوم حاطط له طماطم واقلب مع بعضه. خليه جنبي كده احسن. وبعدين هحط عليه شويه صوص طماطم، وهحط عليه جلاس نودلز الشعريه او المكرونه الرفيعه اللي معموله من الرز، من دقيق الرز دي. استعمالها له تكه كده شويه، ان انتم المكرونه دي ما بتتسواش في ميه، انتم بتنقعوها في الميه لمده مثلا 4 5 دقائق 10 دقائق بكتير، تبتدي تبقى كده بالمنظر ده. اوكي، وبعدين بقى تحمروها تحطوها مع الصوص اللي انتوا عايزينه. حط بقى هنا الصوص بتاعي. كده. ده خلاص تقريبا. مساش هنا الملح والفلفل.
اوكي. وبعدين احط النودلز بتاعتي. تستوي مع الحدوته دي. ودي خلاص على كده تقريبا يعني. احط لها بقى شويه جرجير الحديقه الجميله دي كده اهو، واقلبها تقلبتين واقفل عليها خلاص. زعتر وابتدي اغرفها خلاص. ودي تتاخد هنا كده، هنحطها هنا، هنحط هنا شوية ريحان بإيدينا كده، بإيدينا كده مش كتير بقى عشان ايه ما تضغاش على بقية الحاجات كده. بس هاخد بس ايه الريحة اللطيفة بتاعت ريحان. يلا نعملها تقليبة ويفضل الريحان فريش ولونه أخضر حلو كده. ايه اجيب طبقه غريبة في الكلام ده فيه. كده انا عندي فراخ جوه في الفرن، عندي الصوص ده هقوم حاطط عليه الكلام ده، نزله بالراحه بالراحه كده. اوكي واشيل الكلام ده خلاص، وبعدين اقلبه اقلبه هنا كده عشان يبقى اوسع لي شويه. يلا وبعدين اشوف الفرن اخباره ايه، واقطع شويه برتقان احطهم عليها في السكينتي الحلوه.
ده هيتقدم مع الفراخ ابار، وابص على الفراخ اللي في الفرن. اوكي، ممكن استنى عليها لغايه مغرب او اخلص بيت حاجتي، معلش هي بتغلي وكل حاجه، لكن عايز اظبط ايه مواضيعي الاول. يلا ما دام ده هيتقدم ابار يبقى ننضفه كده اهو، نظبط الدنيا. اوكي، واطلع ببقيه الحاجه بتاعتي. يبقى الكريمه دي خلاص. الصوص ده ممكن احطه لوحده لانه حامي شويه، حرق حبتين، فاذا حابين ممكن نحطه لوحده. لو كان حد حابب حاجه زيستي اكتر، حرقه اكتر، سبايسي اكتر، يبقى نحط ده معاه. اوكي، نغرف بقى الكلام ده هنا. خليكي تقولي زي ما انت عايزه تقولي. تعالي، بسم الله. أنا مش مبسوط من الفكرة الحقيقة، نعمل كده أحسن. يبقى ده ايه بقى؟ الطبق الاولاني بتاعنا بتاع الفراخ اللي هيتقدم معاه الصوص ده، وكمان هنحط جنبه الصوص الحامي عشان يبقى الشكل ايه، فيها شوية كده. اوكي، قدمنا النهارده الفراخ اللي معموله بالصوص، معمول حامي سويت وحار، معمول معاه اناناس ومعمول معاه مانجا وعسل وخل، ملح وفلفل طبعا والتوابل بتاعتنا وريحان، وعملنا معاها شويه الصوص اللي حطيناها، حطينا على باقي شويه منه كريمه لباني، وحطينا عليها بقى مكعبات الاناناس، مكعبات الفراخ اللي متشوحه كارملايزد، وعملنا الشعريه الصيني اللي هي جلاس نودلز مع صوص الطماطم والثوم والريحان والجرجير. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجكم طبخه ونص، ابقوا معنا.
We'll be right back.